السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مرة ثانية، لكن هاي المرة راح نشرح لكم هنا بالملزمة، لأن بالكتاب ما لقيت نسخة مضبوطة بالكتاب، فنجي هنا خلينا نسولف لكم على هاي القطعة. شو يقول هاي القطعة؟ يقول بوي، ولد. ايش به هذا الولد؟ from the UK، من بريطانيا. was hero، كان بطلا. ليش يا بابا هذا كان بطلا البارحة عندما هو أنقذ الفتاة؟ طيب هنا يريد يجيب لنا عليها سؤال، أو أنا أريد أجيب لكم عليها سؤال. خلينا نرتبها عافية هنا. فإذا أراد يجيبها على شكل سؤال، فراح هنا يكون السؤال why was the هنا إيه why مثلاً why was the boy، لماذا كان the boy لماذا كان الولد hero، ليش كان الولد بطلاً؟ تعال خلينا نسولف، ليش هذا الولد بطل؟ هذا الولد يعتبرونه بطل because بسبب he saved، هو انقذ the girl، الفتاة. فهذا الجملة راح يجينا بهاي الطريقة، هو انقذ الفتاة. from dangerous animal، من الحيوان الخطر، the child، الطفل، mother، ام الطفل اللي اسمها اسراء. هاي اسراء ايش بيها؟ اسمها إسراء البياتي، كان عمرها 26 سنة. أخبرت الصحفي، سووا لهم لقاء صحفي، I was going to the shop with my daughter. فهنا السؤال إذا أراد يجي where was إسراء، أين كانت إسراء going، وين كانت؟ to the shop، كانت رايحة إلى المحلات. خوش، she just 5 years old، وهي بعمر 5 سنوات. إذن how old is سلمى؟ how old، كم عمر was سلمى؟ سلمى، نعم سلمى، إيش قد عمر سلمى؟ فأنت راح تكتب 5 years old، 5 years old، 5 سنين. we were walking، وكنا نتمشى across the park، عبر المتنزه. فهنا where was إسراء walk، أين كانوا يتمشون؟ across the park، the park، أنا كاتب the park خطأ مطبع، هنا صير the park، across، عبر المتنزه. and سلمى was playing with ball. طيب مليانة أسئلة ما شاء الله. what was سلمى doing، ماذا كان سلمى تفعل؟ playing، تلعب، with a ball، وأبول، تلعب بالكرة. suddenly، فجأة، a huge black dog ran up to us. السؤال اللي لازم ينسأل، what did the dog، ماذا الكلب do، فعل. الجواب run up at سلمى، run up to سلمى، run up to سلمى، هجم على سلمى. it seems very angry، وكان غاضبا جدا. and it breaks، وباكت، ونبح على سلمى. then jump on her، وقفز عليها. شنو اللي صار؟ it was horrible، وكان فظيع. a boy، وكان هناك ولدا. was playing football nearby، وكان هناك ولد يلعب كرة القدم. طيب السؤال، what was what was the hero، ماذا كان البطل doing، يفعل. الهيرو، البطل، كان يسوي playing football، كان يلعب كرة القدم. خوش، إلى آخره، سلمى doing إلى آخره، كان يلعب كرة القدم. he kicked the ball at the dog، ضرب الكرة على الكلب، والكرة ضربت الكلب بقوة. and ran، وهرب. إذن how، كيف، did the boy، كيف الولد، save، أنقذ the girl، الفتاة سلمى، شلون أنقذها؟ he kicked، هو ضرب، the ball، الكرة، the dog، على الكلب. I saw the little girl، I kicked the ball، إلى آخره. هذا حكي كله بعد ما أعرفه. هو كان يلعب في كرة القدم في بغداد. فهنا عندنا هاي القطعة،
هاي الأسئلة المهمة، وهاي الأسئلة يعني مو شرط تجينا بهاي الطريقة، واحتمال تجي على طريقة أخرى. يعني هنا أنا لماذا كان الولد بطل؟ لأنه أنقذ الفتاة. ماذا كان سلمى تفعل؟ تتمشى عبر المتنزه. ماذا فعل الكلب؟ رنب أسرى، هجم على إسراء. ماذا كان جون، الولد اسمه جون، يفعل في بداية القصة؟ كان بلاينج فوتبول. ماذا فعل؟ إلى آخره. وهنا نفسه جايبين على شكل ترو فولس، يقول جون ضرب الكرة على الباب، خطأ، هو ضرب الكرة على اليمن على الكلب. أوكي، كان البطل من يو اس اي أمريكا، لا هو كان من يو اي اي. أوكي، هذا هو الموضوع، وإن شاء الله إذا استفدتم عنده خلوا الطلاب البقية يستفادون كذلك. شكرا جزيلا.